في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن سفير المغرب بالجزائر استدعي اليوم، حيث تلقى رفض الحكومة الجزائرية التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وأن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذو الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقات سبق وأن تضررت كثيرا في الفاتح نوفمبر الماضي خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدارية البيضاء. وحسب المصدر ذاته، فإنه تم تذكير السفير المغربي بأن الجزائر تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار، رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من دول الواقعة جنوب الصحراء، والذي تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري. وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأن الجزائر ليست على الإطلاق في حاجة لمن يلفتها أو يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين.